السعودية وقطر تشنان حربا على العراق من منطلقات طائفية وسياسية، اتهام هو الأعنف من جانب رئيس الوزراء العراقي لجارتيه الخليجيتين. فهل لهذه التصريحات علاقة بالانتخابات العراقية المقبلة كما يردد البعض؟ تصريحات المالكي هي محاولة لتغطية إخفاقاته السياسية في الداخل التي وضعت العراق تحت خدمة أطراف إقليمية أسهمت في إذكاء نار الفتنة الطائفية ترد الرياض، ولكن الدوحة تلتزم الصمت فلماذا؟ اتهامات متبادلة إذن بأن الطائفية تحكم سياسات هذه الدول، فما هي حقيقة ذلك؟ وهل انزلقت المنطقة حقا إلى مستنقع الصراع الطائفي؟ وما انعكاسات هذه الاتهامات على مستقبل العلاقة بين العراق وكل من السعودية وقطر؟ هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة اليوم من برنامج حديث الساعة. أهلا بكم مشاهدي ومستمعي بي بي سي، أنا فيدا باسيل وأرحب بضيوفي. من بغداد حنان الفتلاوي النائبة في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، ومن الرياض الدكتور خليل الخليل الكاتب والأكاديمي وعضو مجلس الشورى السعودي السابق. كما أرحب بضيفي في الاستوديو عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم الإلكترونية، وأيضا يشارك معنا في هذه الحلقة عبر الهاتف من الدوحة عبد الله بن حمد العذبة مدير تحرير جريدة العرب القطرية. أهلا بك سيد عبد الباري عطوان، أبدأ معك يعني قبل الدخول في تفاصيل الاتهامات التي وجهها المالكي للسعودية وقطر، أريد أن أعلم منك يعني ما هي المشاكل التي تحكم العلاقة اليوم بين العراق والسعودية منذ سقوط نظام صدام حسين، وهل يعني المعطيات هي نفسها بالنسبة للعلاقة مع قطر؟ أولا المملكة العربية السعودية اكتشفت أنها أخطأت كثيرا عندما ساهمت بطريقة أو بأخرى بإسقاط نظام الرئيس العراقي صدام حسين وتسليم العراق لإيران والنفوذ الإيراني، هذه نقطة. النقطة الثانية أن المملكة العربية السعودية لم يعني تقم أي علاقة مع حكومة السيد نور المالكي. السيد نور المالكي طلب أكثر من مرة زيارة الرياض ولكنها أغلقت الباب في وجهه. استقبلت السيد مقتدى الصدر، استقبلت الرياض أيضا وتستقبل خصم السيد المالكي اللي هو الدكتور إياد علاوي، ولكنها استقبلت أيضا السيد الحكيم أكثر من مرة، ولكنها لم تستقبل السيد نوري المالكي على الإطلاق، واتهمته دائما بأنه يقود حكومة طائفية في العراق. فالعراق العلاقات السعودية العراقية متوترة جدا، وأيضا أنه زاد هذا التوتر بعد اتهامات اللي هو حكومة السيد المالكي وبعض الأطراف المتحالفة معها بإرسال مقاتلين لدعم النظام في سوريا. وأيضا الآن السيد المالكي يعيش حالة من الارتباك لأنه علاقاته سيئة مع معظم الأطراف العراقية، علاقاته سيئة مع الأكراد، علاقاته سيئة مع المجلس الأعلى، علاقاته سيئة مع تيار الصدري. طيب سأعود إلى أسباب أو الدوافع وراء هذه الاتهامات كما تراها أنت، ولكن ماذا عن قطر؟ يعني أنت حددت مجموعة من المشاكل التي تعتري العلاقات السعودية العراقية، ولكن ماذا عن قطر؟ يا سيدتي، قطر الآن لم ترد على السيد المالكي لأنها تريد إعادة العلاقات تدريجيا مع المعسكر الإيراني السوري العراقي مع حزب الله. يعني قطر الآن وبعد أن أخرجت من قصة سوريا ومن الصراع في سوريا ولم تعد هي رأس الحربة في هذا الصراع مثل ما كانت في بداية الأزمة، هي التي تعين المجلس الوطني السوري، هي التي في فالآن قطر أرسلت وزير خارجيتها إلى طهران السيد خالد العطية وتدخلت أو توسطت في الإفراج عن راهبات معلولة على أمل أن تخفف العلاقات مع هذا المعسكر الإيراني العراقي السوري. قبل أن أتحدث عن الرد القطري، ولكن أريد أن أعرف من قبل هذه الاتهامات كيف كان شكل العلاقة بين قطر والعراق باختصار لو سمحت، أريد أن أتوجه إلى ضيوفي. العلاقة لم تكن سيئة جدا، يعني العلاقة أيضا كانت تتحسن بدليل أن حكومة المالكي هي التي
أعادت فتح مكتب الجزيرة في العراق في بغداد، وكانت يعني على اتصال مع الحكومة القطرية، صحيح اتصال خجول لكن العلاقات لم تكن سيئة. نحن نعرف حكومة الدكتور إياد علاوي حليف السعودية هي التي أغلقت مكتب الجزيرة في العراق، ومن أعاد فتح مكتب الجزيرة، والجزيرة هي قطر بالمناسبة، من أعاد فتح مكتب الجزيرة؟ السيد نور المالكي. طيب أتحول إلى الدكتور خليل الخليل. دكتور خليل، يعني انطلاقا من ما ذكره السيد عبد الباري عطوان، بيان السعودية تحدث عن وضع العراق تحت خدمة أطراف إقليمية أسهمت في إسكاء نار الفتنة الطائفية، طيب ألا يتحمل العرب جزء من هذه المسؤولية بابتعادهم عن العراق؟ يعني يقال بأن العرب تركوا العراق لأن يكون في أحضان إيران وتعود هي هذا النقص الموجود في العلاقات مع الدول العربية. شكرا اولا على استضافتي، واحييك واحيي السيد من معك في الاستوديو البار عطوان، وكذلك المشاركين في هذه الحلقه للنقاش. والحقيقه مختلفه تماما، فالعراق لم يكن العرب تخلوا عنه، هو تخلى عن العرب، هو الذي ارتمى في احضان ايران. والسيد عبد الباري عطوان عندما ذكر بأن السعودية أخطأت في إسقاط نظام صدام، الحقيقة ليس هذا هو الواقع، وإنما نظام صدام الذي أسقطه هو أحمد شلبي والمالكي ومن صف صفهم، وجاءوا على ظهور الدبابات الأمريكية، وهم الذين أسقطوا نظام صدام حسين من وفق ترتيبات ووفق مرئيات سابقة، وهي كانت في الحقيقة في الأساس معادية المملكة العربية السعودية. أسقط نظام صدام حسين من البداية كانت المستهدفة هي المملكة العربية السعودية، وبالتالي فالمملكة العربية السعودية لم تترك العراق، العراق هو لم يترك فقط المملكة العربية السعودية، إنما ترك الخليج، وإنما ترك كذلك الدول العربية، بل ترك الأمة الإسلامية واصطفى وأصبح رهينة لقوى حليفة له، والقوى التي الآن تحميه، والقوى التي الآن تلف لفة. والمالكي ليس سوى طيب. إنسان غرز وغرسة في العراق ليقوم ليؤدي أهدافا لإيران. ولكن البعض يأخذ موضوع يعني فتح سفارة سعودية في العراق بهذا الإطار، والكل يتذكر أنه مستوى التمثيل للسعودية عندما كانت القمة العربية في العراق، وما يدلل على ذلك بأنه العلاقات كانت متوترة، وأنه لم يكن هنالك بالفعل نية حقيقية لدى السعودية للتقرب من العراق على الرغم من محاولات المالكي. كانت هناك محاولات، ولكن محاولات كانت مشبوهة، وشكرا لحكومة بلادي التي لم تكن متقاربة مع المالكي ومع من يلف لف المالكي ومن يصطف معه، لأن القضية ليست قضية مجاملات وحب على ما يقال خشوم، وإنما هي سياسة واضحة للمملكة العربية السعودية، وهي أنها لن تقف مع أمثال السيد المالكي. ولذلك المالكي في هذه التصريحات، وأنا شاكر لوزارة الخارجية السعودية على هذا التصريح الذي أوضح الأمور ووضع النقاط على الحروف، وهي سياسة سعودية واضحة، كل من سوف يخرج عن الأمة العربية وسوف يتآمر عليها وسوف يكون مع أعدائها لن تتعاون معها المملكة العربية السعودية، وفق فهمي الشخصي لسياسة المملكة العربية السعودية منذ قرابة 100 سنة. ولكن البراغماتية السياسية ألا تستدعي يعني محاولة تقريب العراق لإبعاده عن إيران إذا كان هو بالفعل على هذه المسافة القريبة من إيران؟ نعم، هناك يمكن يكون هناك تفاهم وتعاون مع القيادات العراقية، ولذلك هذه التصريحات النابية من السيد المالكي، والتي هي في الحقيقة انتحار، أعتبرها انتحار لسياسته، في هذه السياسة نفسها وهذه التصريحات استهجنها قادة كبار في العراق، استهجنها برلمانيون، استهجنها كذلك الاتجاه الصدري، استهجنها كذلك التوجه أو التحالف الكردي. فبالتالي المملكة العربية السعودية لن تنقطع عن الشعب العراقي، وستكون مع الشعب العراقي، وستكون مع الحق ومع تحرير الشعب العراقي من ربقة المالكي ومن اصطفى معه. طيب، يعني للأسف إلى حد الآن السيدة حنان الفتلاوي النائبة في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون غير جاهزة معنا. سأتوجه إلى ضيفي على الهاتف السيد عبد الله بن حمد العذبة. أهلا بك سيد عبد الله. يعني بداية، المملكة العربية السعودية عبرت ببيان عن ما اعتبرته كلام غير مسؤول من قبل المالكي ووصفته بالعدواني، بينما إلى حد الآن لم يصدر أي موقف رسمي عن قطر، ما سر هذا الصمت؟
قطر في جميع الأحوال أولا أحييك وأشكر البي بي سي على إثارة الموضوع الهام في هذا التوقيت المهم جدا في المنطقة العربية، وأرحب بالدكتور خليل الخليل، وأود أن أوضح يعني للجميع بأن في الحقيقة الأمر لا المملكة العربية السعودية ولا هم رعاة الإرهاب، بالعكس المملكة العربية السعودية هي من تعرضت لاعتداء إرهابي من قبل جيش المختار الذي يقوده البطاط، وأطلق صواريخ جراد على المملكة العربية السعودية وحدودها، وهذا برعاية المالكي، والمالكي حصل على دعم أمريكي بحجة محاربة الإرهاب في الأمر وغيرها، وعندما فشل بذلك تحول بهذه الاتهامات إلى المملكة العربية السعودية وإلى قطر مع قرب عقد مؤتمر ما يسمى بالإرهاب في العراق. طيب سيد عبد الله بن حمد العذبة، يعني قبل أن نتحدث عن دوافع المالكي، سؤالي كان لك، لماذا لم ترد قطر إلى حد الآن؟ برأيك ما الدوافع وراء عدم الرد إلى حد الآن؟ وأنت ذكرت بأنه البطاط مدعوم من السيد المالكي، ما يعني الإثبات أو على ماذا تستند في هذا الاتهام؟ بحكم أن رئيس الوزراء هو نوري المالكي ولم يتم تقديم البطاط ورجاله إلى المحاكمة، فهو مدعوم تتغاضى عنهم حكومة العراق، ولكن قيل أنه ألقي القبض عليه. قيل وما زالت ميليشياته وستستمر التهديد، نحن مررنا بهذه المسلسلات في السابق. أما مسألة لماذا لم تقم دولة قطر، دولة قطر تتلقى الكثير من الاتهامات بشكل يومي، ولو خصصت يعني أحدهم للرد لن يتوقف عن الرد بشكل متصل على مدى 24 ساعة. ما نريد أن نؤكد عليه هو لدى نوري المالكي أي أدلة حقيقية فليتقدم بها إلى مجلس الأمن ولا يتردد. لقد سبق وأن اتهم نظام الأسد بأنه يقوم بدعم الإرهاب في العراق عندما الاحتلال الأمريكي موجودا هناك. المسألة لا تتعلق بأي أمر طائفي بأي شكل، والدليل على ذلك أن مقتدى الصدر استقبله خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عدة مرات، وتم استقباله في قطر عدة مرات. نحن لا نريد أن ننفصل عن العراق، لكن المالكي لديه مشكلة تصديرها إلى الخارج. طيب في نقطة طرحها السيد عبد الباري عطوان وكنت أتوقع أن ترد عليها سيد عبد الله بن حمد العذبة، يعني هي نقطة بأنه الصمت القطري يتعلق ب يعني محاولات قطر لتحسين علاقاتها مع إيران، ما يستدعي عدم الرد على اتهامات المالكي. منذ بداية الثورة السورية كان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد السابق الأمير السابق لدولة قطر عندما كان طهران بعد جيش التعاون أعلن بكل صراحة من طهران بأن الثورة السورية مستمرة، ولقد صرح عدد من المسؤولين آخر الدكتور خالد العطية وزير الخارجية في دولة قطر بأن الرحيق بين إيران وبين قطر هو الخلاف في المسألة السورية. أيضا عندما زار وزير الخارجية الأمريكي بعد توقيع الاتفاق بين أمريكا والغرب وإيران بخصوص الاتفاق النووي، أعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بأن دولة قطر تختلف مع إيران في المسألة السورية، وأن دولة قطر تدعم الثورة السورية. فمع احترامي وتقديري للأستاذ عبد الباري عطوان، هذا الأمر غير صحيح بأي شكل من الأشكال. طيب أستاذ عبد الباري عطوان، أنت ذكرت بأنه سبب الصمت القطري يعني هو التقارب من إيران، طيب إذا كان الأمر كذلك لماذا يتهمها المالكي المعروف بعلاقاته الوطيدة بإيران؟ نعم، المالكي يعيش مرحلة من التوتر، المالكي حقيقة يعيش مرحلة من الارتباك، يعني هو أراد أن يتهم البلدين بأنهما يدعمان ما يسمى بالإرهابيين في العراق، لكن هو يحاول البحث عن كبش فداء، يحاول تصدير الأزمة إلى الخارج، لا يريد أن يعترف، state of denial، هو ينكر اللي هو مسؤوليته عن الأزمة الحالية في العراق. هو لم يحقق المصالحة الوطنية بين الشعب العراقي بمختلف أطيافه، لم يحسن الأجواء الأمنية في العراق، وما زالت عمليات التسيارة المتفجرة مستمرة. سأتناول يعني الأسباب وراء هذا الاتهامات، وراء هذه الاتهامات في القسم الثاني من هذا البرنامج. أرحب بك مرة جديدة
السيدة حنان، أرجو أن تكوني تسمعينني الآن، أهلا بك. في اتهامات مباشرة وجهت لكل من السعودية وقطر بأنها تدعم الإرهاب، ووصلت الأمور إلى حد إعلان حرب على الجانب العراقي. يعني سؤال مباشر، ما أدلة الرئيس رئيس الوزراء المالكي في ادعاءاته هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية طيبة لك وأختي الكريمة ولضيوفك الكرام، ويؤسفني أني لم أسمع شيء من بداية البرنامج وإلى الآن، ولا أدري كيف سيكون الحوار دون أن أسمع ما تحدث به الضيفان الكريمان قبلي. أما قضية اتهام يعني السعودية وقطر بدعم الإرهاب في العراق سيدة حنان، وإلى حد الآن كان الأمر يتعلق برد قطر ورد السعودية، يعني بالطبع لم يفتك الكثير إلى حد الآن، تفضلي. جيد. اليوم الحديث عن دعم الإرهاب من قبل دول أو جهات لا يأتي جزافا، وليس من قضية عاطفية، أو ليس كما يقول البعض بأنها محاولة لتضليل الآخر أو محاولة لإلقاء التهم أو محاولة لتشتيت الرأي العام. اليوم منذ سنوات والشعب العراقي يدفع ثمن دماء الأبرياء، نساء، أطفال، رجال، شيوخ، مسلمين وغير مسلمين من كل الطوائف ومن كل الأديان. هؤلاء ليسوا جميعا من يقوم بهذه الأعمال الإجرامية، ليسوا جميعا من العراقيين، وبالتالي اليوم الحكومة حينما تتحدث، هي ليست المرة الأولى، أنا استغرب من ردود الفعل التي حصلت هذه الأيام. الحكومة سبق وتحدثت مرارا وتكرارا، تحدثنا مع الأمم المتحدة، تحدثنا مع الجامعة العربية، تحدثنا مع الجانب الأمريكي، تحدثنا مع الاتحاد الأوروبي. نحن لدينا أدلة ووقائع ولدينا أرقام، ولدينا اليوم معتقلين في السجون جنسي، يعني لنتحدث عن الجانب السعودي مثلا، لدينا أعداد كبيرة من المعتقلين من الجنسية السعودية، لدينا اعترافات ممن يمسكون، لدينا انتحاريين قاموا بتفجير أنفسهم. أنا أتصور اليوم من يقول أنه لا يوجد دعم للإرهاب في العراق أما لم يقرأ الساحة جيدا، أو أنه يحاول أن يغض الطرف عن الحقيقة. اليوم المجتمع الدولي بأجمع يقول معركة الإرهاب اليوم أصبحت في العراق، العراق هو المصد الأول للإرهاب، حرب القاعدة مع العالم كي لا نحيد عن سؤالي. أنا سألتك بشكل مباشر عن الأدلة، هل لك أن تعرضي لي مجموعة من الأدلة التي تؤكد ما طرحه السيد المالكي، وفيما يتعلق بلماذا يطرح الموضوع اليوم بهذه الكثافة؟ يعني لأنه اتهامات المالكي لأول مرة كانت بهذا الوضوح، ووصلت إلى حد بأن هذه الدول تعلن الحرب على العراق. أختي الكريمة، أنا بدأت بالحديث عن معتقلين يمسكون ويفجرون أنفسهم يوميا، نتحدث عن فتاوى تأتينا من خارج الحدود مسؤولة عنها دولة، حينما تصدر الفتوى التكفيرية من داخل حدود دولة يفترض هذه الدولة تكون مسؤولة عنها، نتحدث عن إعلام يحارب العراق، نتحدث عن سيارات بلوحات سعودية، نتحدث عن جنسيات مختلفة، نتحدث عن تدريب في أراضي، نتحدث عن معلومات استخباراتية. لست مخولة بالحديث عن كل ما لدى الحكومة العراقية. اليوم الحكومة تعد ملف وستتقدم به بشكل رسمي، فيه أدلة وفيه وقائع وفيه أرقام، ولكن أنا أتصور لا يخفى على أحد ما تسبب به الدعم السعودي أو الدعم القطري للإرهاب في العراق منذ سنوات، ونحن ندفع ثمن. سيدة حنان، هذا عن الدعم السعودي. يقول البعض حتى لو يعني اعتقلتم من هم سعوديين في العراق، هل هذا يعني بأن هذه سياسة الحكومة السعودية أو سياسة الدولة السعودية؟ يعني هل هذا نهج تعتمده السعودية، أم ممكن أن يكون هؤلاء أفراد يقومون بعمليات إرهابية؟ يعني دعينا نسمع ولو لمرة واحدة إدانة من الجانب السعودي، إدانة للإرهاب أو إدانة للقاعدة أو إدانة لأي تفجير في العراق أو إدانة لأي عمل إرهابي، دعينا نسمعهم باستنكار لفتوى تكفيرية صدرت من أراضيهم. سيدة حنان، في قرار دعينا ملكي نسمع لغة تتعاطف مع الشعب العراقي. سيدة حنان، في قرار ملكي، في قانون، في تجريم اليوم، في وضع منظمات على لائحة الإرهاب وسجن ومعاقبة كل شخص يعني يتعاون مع هؤلاء ويدعم هؤلاء في السعودية اليوم. إذا سمحتي للتوضيح، نعم في قرار ملكي، ولكن متى صدر أختي الكريمة القرار الملكي؟ صدر قبل يومين.
سنوات ونحن ندفع دماء ويصدر القرار الملكي قبل يومين. لماذا قبل يومين؟ هل القاعدة ولدت بالأمس أم داعش ولدت بالأمس أم النصرة ولدت اليوم صباح الفجر هذا اليوم؟ هذه المنظمات تعمل منذ سنوات ولم تدنها السعودية إلا حينما وصلت النار إلى أراضي السعودية، إلا حينما بدأت السعودية تخشى على نفسها، إلا بعد أن تحرك المجتمع الدولي، إلا بعد أن كان هناك ضغط من الجانب الأمريكي، تصدر هذه الإدانة ويصدر هذا البيان قبيل زيارة أوباما إلى السعودية. طيب. بعد الخلاف القطري السعودي، تصفية حسابات بين قطر والسعودية ويظهر لنا مثل هذه الإدانة. أنا أشكر هذه الإدانة وأثمنها ونتعاطف معها ونقول جيدة جدا، ولكن متأخرة لأنها أتت في وقت تشعر فيه السعودية بأن النيران ستعرق أراضيها، لأن نسيج السعودية لا يختلف كثيرا عن نسيج العراق. سيدة حنان، الربيع العربي يعني الذي حصل في دول قد ينتقل إلى السعودية أيضا. لأنك لم تكوني معنا في بداية الحلقة، ولكن أريد أن أسمع رد من الدكتور خليل. دكتور خليل، يعني اليوم يقال بأن حالة الإرهاب التي يعيشها العراق لا يمكن أن تدعمها أفراد، لا يمكن أن يدعمها أفراد، لا يمكن أن تدعمها المعارضة العراقية نفسها، لابد من أن تكون هنالك دول من ورائها. في الحقيقة السيدة الكريمة عندما تتحدث بأن المملكة المستعدة لن تقول شيئا، هذا يدل على أن السيدة الكريمة بعيدة عن الأجواء وغير متابعة للأجواء ومعزولة، بل المملكة العربية السعودية واجهت الإرهاب بقوة وبحزم داخلها وخارجها. الإرهاب مستهدف المملكة العربية السعودية، والبعض يفكر بأن الإرهاب ضد المملكة العربية السعودية كان فقط بعد 11 سبتمبر، هذا خطأ. هو في الحقيقة منذ التسعينات، يعني كان هنالك تفجيرات في الرياض في عام 96، وكان هنالك تفجيرات كذلك في الخبر عام 97، وكان هنا والمملكة العربية السعودية كانت تواجه هذه المنظومات بقوة بحزم وبعزيمة، وليس كما يفعل السيد المالكي الذي له وجهان. فهو كان يتحدث في القناة الفرنسية ويفكر أن السعوديين لن يسمعوا. السيد المالكي هو في الحقيقة لا يشرف العراق ولا يشرف طائفة الشيعية الكريمة، وإنما هو متقلب دكتور المالك، يعني السيد المالكي هو معين سيدتي، هو معين الأحوال. هو معين من المحكمة، هو معين من المحكمة التي صنعها هو، الذي فاز لم يكن المالكي، وإنما هنالك محكمة وهي التي عينت. طيب. وهو مستعد للتزوير، يعني لا أريد ومستعد للتقلب، ومستعد لأن يفعل كل ما يريد من أجل أن يبقى في الحكم. ولكن سيد خليل، هنالك من يأخذ على المملكة بأنها تحارب الإرهاب داخل أراضيها، ولكن هي يعني تدعم منظمات متطرفة خارج أراضيها. ليس هذا صحيح. هي تحارب الإرهاب داخل أراضيها، وفي نفس الوقت في الحقيقة هي تقوم بالتعاون مع جميع القوى ومع جميع الدول وجميع الهيئات، تقوم بالتعاون معها لمواجهة الإرهاب إقليميا وإسلاميا ودوليا. وهذا هو المشهود عن المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية عندما تقول كلمتها فهي تعني ما تقول، وليست كما هو المالكي الذي الكتلة الصدرية ماذا سمت مقتدى الصدر، سماه الطاغوت وسماه كذلك الدكتاتوري وسماه صدام حسين الآخر، رجل ميكافيلي يتقلب ومن يمنة اليسرى من أجل هدف واحد، وهو أن يحافظ على عراق لإيران ومن أجل أن يبقى هو في السلطة. طيب. ليس لمصلحة العراق ولا للأمة العربية ولا لدول مجلس التعاون ولا لمواجهة الإرهاب. هو من صناع في الحقيقة خليل. هو في الحقيقة من حماة الإرهاب ومن صناع الإرهاب، بدليل أنه أفرج عن 1000 معتقل من داعش من أجل أن يذهبوا ليقاتلوا في سوريا، فهو يشرب من الكأس الذي حماها والذي هو هيئها. طيب، يعني أريد أن أعود إليك سيد عبد الله بن حمد العزبة لترد على ما قالته السيدة حنان هنا، ولكن يعني لدي أقل من 20 ثانية، سأعود إليك للرد بعد فاصل قصير ونواصل الحوار في حلقة اليوم من برنامج حديث الساعة. فابقوا معنا وسنطرح الأسباب والمسببات والدوافع وراء اتهامات المالكي، هل هي داخلية أو خارجية؟ فابقوا معنا. مارك زوكربيرغ مؤسس ونجم أهم شبكة تواصل اجتماعي عرفها التاريخ. مهمة الشركة أن تجعل العالم أكثر انفتاحا وأكثر تواصلا. مارك زوكربيرغ
وراء كواليس فيسبوك. ليس من الجنون القول إن قيمة فيسبوك ستصل إلى 100 مليار. المشروع مرغوب فيه. على صفحتي على الفيسبوك عندي ما يزيد على 200 من الأصدقاء، ما بين 600 و700، حوالي 700. وثائقيات بي بي سي. من مصر واليمن نعرفكم على أشهر الأطباق الشعبية. السلطة أكلة لذيذة ومحببة لدى الشعب اليمني. أنواع أخرى من اللحوم في مصر بنسميها السقط، رخيصة الثمن. معالم تاريخية مهمة في تونس. تم إهمال هذه القصور نهائيا وأصبحت تنهار شيئا فشيئا. أنا الشاهد. لا تلمسني. توعية للأطفال في السعودية بمخاطر التحرش الجنسي. تابعونا في أنا الشاهد. أعود إليك سيد عبد الله بن حمد العزبة. يعني المالكي يقول في تصريحاته بأن قطر والسعودية متهمتان بإعلان الحرب على بلاده وعلى سوريا على خلفيات طائفية، وأنه يحارب العراق من خلال سوريا. أولا يعني أشكر السيدة حنان على رأيها، وأتمنى أن تتحلى بشيء من الهدوء، فالصراخ والانفعال لن يجعل من مما تقوله هي حقيقة بأي شكل من الأشكال. اسمح لي بالمقاطعة لكل من طريقته بالتعبير عن نفسه، تفضل. أنا أعرف ذلك، بس أنا أقصد لكي نسمعها بهدوء وأستوعب ما تقوله. لا مرة أخرى نعود إلى المشهد. المالكي نفسه كما ذكرت أنا في البداية قام ببعث سماح لقوات من العراق على أساس طائفي بالدخول إلى سوريا ومقاتلة الناس هناك على أساس طائفي، وبحكم أنه يريد أن يعقد مؤتمر للإرهاب وأن يظهر بشكل جيد، فصارت مسألة الإرهاب ودعم الإرهاب هي الشماعة الجيدة في بعض الأحيان. ولكن أنا ما وجدته بأن المالكي فشل في معالجة الملفات الداخلية فأراد تصديرها للخارج. العراق يحتاج اليوم إلى رئيس مجلس وزراء توافقي، لا يكون هناك في توجهاته أي شيء من التوجهات الطائفية التي يمارسها. أنا أشكرك أيضا أنك سألت الزميل عطوان عن مسألة لماذا المالكي يتهم قطر وقطر تريد أن تتقرب إلى إيران. في جميع الأحوال لو كان هذا حقيقيا لا حاول أن يعزل السعودية ولم يذكر قطر، لكن المسألة هي مسألة لأن كل من قطر والسعودية تدعمان الثورة السورية، فأراد تعليق يعني هذه الشماعة عليهم، وستستمر دولة قطر في دعم الشعب السوري لينال حقوقه. وقامت دولة قطر بتحرير الراهبات في الفترة الأخيرة. أيضا السيدة حنان تطرقت إلى الخلاف بين قطر والسعودية، أريد أن أؤكد بأن الخلاف بين قطر والسعودية مهما ارتفع ونزل فهو خلاف عابر وسحابة صيف. طيب. وستعود العلاقات كما كانت، ولن يفرح بذلك المالكي بهذا الخلاف. طيب. أو شركاء في منطقة الخليج العربي، شركاء الماليين الذين يستثمرون في العراق ويستثمر في دول. طيب سأعود إلى سيدة حنان. سيدة حنان، يعني عندما يقول المالكي بأنه اليوم العراق والسعودية وقطر يحاربان العراق من خلال السعودية، ولكن في تنظيمات هي أول ما نشأت من العراق، والمالكي سابقا ما اتهم سوريا نفسها بتصدير الإرهاب، وأيضا السيد بشار الأسد يعني في أحد المقابلات قال يعني أنه النار ستحرق الجميع ومنها الدول الجوار، لبنان، العراق، وسمى العراق. لماذا تناسى المالكي ما قاله الأسد، ولماذا تناسى منشأ بعض هذه التنظيمات هو العراق؟ يعني إذا سمحتي لي عندي رد على ما قال الضيفين الكريمين، وافترض تكونين توزعين الوقت بعدالة بيني وبينهم. أولا لم يتناسى المالكي، ولكن أنا أسألك جدا سيدة حنان، لأنه يعني عم أحاول أن أخذ جميع وجهات النظر. تفضلي اسمحي لي. أنا أسألك سؤال، هل النصرة بدأت في العراق؟ هل القاعدة اللي ولدت بالثمانينات اللي دعمتها السعودية ومولتها ودربتها وقدمت لها كل أموال الدعم من الفتاوى وغيرها بأموال سعودية وبتجارة سعودية واستثمارات سعودية بدأت في العراق؟ هل داعش بدأت في العراق؟ لنكن واقعيين أختي الكريمة، نحن نعلم من أوجد ومن أنشأ ومن مول ومن سلح
اليوم الأسلحة اللي يعني تمتلكها الجماعات المسلحة في العراق وغيرها، من أين تأتي الأموال، من أين تأتي الفتاوى، من أين تأتي والتدريب، أين يأتي، الكل يعلم. لحد الآن أما عقدة المالك الموجودة لدى الأخ، اسمحي لي أختي الكريمة، لم أكمل وجهة نظري، لم أكمل وجهة نظري، اسمحي لي أختي الكريمة، اسمحي لي حنان، اسمحي لي، أعطيتي وقت للضيفين وضحوا وجهة نظرهم، اسمحي لي أنا أوضح وجهة نظري. الأخوين العزيزين الكريمين من بلدين شقيقين جارين عربيين مسلمين، قطر ما هي الاتهامات الموجهة إليها؟ ما هي الأدلة؟ اسمحي لي أختي، اسمحي لي أختي. أولا الأخ يقول المالكي لا يشرف العراق ولا يشرف السعودية، من قال؟ من عينك أنت أو عبد الله وصيا على العراقيين؟ العراقيين إن لم يريدوا المالكي بإمكانهم تغييره، لا نحتاج مثلك أن يفرض علينا. المالكي أتى بصندوق اقتراع أفضل ممن أتى وريثا ورثه أبوه وجده وعمه وخاله. سيدة حنان، اليوم يعني حكم في العراق نظام ديمقراطي من لا يعجب، لا تعملها ولن نستطيع أن نصل بدون فيها شخصنا أختي، ولن نستطيع أن نصل فيها دعيني إلى نتيجة. أرد عليهم، يعني أنا اسمحي لي على هذه دعيني النقطة. أرد حينما نتحدث، أرجو منك أن تلتزمي بالإجابة على أسئلتي من فضلك، تفضلي. سألتزم حينما يلتزم الضيفان. يقول لا علاقة للسعودية أو قطر، جيش الإسلام الموجود اليوم في سوريا من يدعمه؟ من موله؟ من أنشأه؟ ونتحدث عن جيش هو النسخة المطورة للقاعدة وسينقلب بتفجيرات في الدول الأوروبية والأمريكية بالقطارات والإمارات حالما تنتهي تصفية الحسابات بين الأطراف المتطرفة الموجودة على الأراضي السورية أم غيرها. أما أن لم يرد الأخ عبد الله أن يفهم ما أقول فهو لن يفهم ما أقول ولو تحدث بكل اللغات. طيب لأنه على عيني غشاوة، مقتنع بقضية لديهم مشكلة طائفية مع العراق، العراق 65% منه شيعة، شئتم أم أبيتم، وهذا النسيج الاجتماعي الموجود في العراق لن يتغير سواء أرادت السعودية أو أرادت قطر. عليكم أن تتعاملوا مع العراق كدولة، دولة تحكمها حكومة منتخبة، هذه الحكومة مرضية أم غير مرضية الشعب العراقي هو يتعامل معها، هو يحل خلافاته فيما بينه، لستم أوصياء على العراق وإلا سنعطي لأنفسنا الحق بالتدخل في الشأن السعودي، والسعودية فيها شيعة أيضا وشيعة مضطهدون، سنتدخل في الشأن السعودي ونتدخل في الشأن القطري، ولكن هذا ما لا نرضاه لأنها دول عربية شقيقة مسلمة نريد لها الخير كما نريد الخير للعراق. لا نريد لأحد أن يكون وصي علينا، ولن نقبل لا بوصاية قطر أو السعودية. اليوم طيب المجتمع الدولي بأجمعه يشير بأصابع الاتهام يعني لقطر والسعودية. سيدة حنان، المكان هنا ليس فقط يعني لتوضيح وجهة نظرك فقط، بل أريد أن يكون صدرك رحبا وأن تسمع الأسئلة وتردين عليها من فضلك. يعني بداية قلتي بأنه السعودية تدعم منظمات تعتبرينها إرهابية أو إرهابية في السعودية، ولكن هل هذا يعني بأن السعودية تدعم منظمات إرهابية في العراق إن كانت تفعل ذلك في السعودية؟ هذه نقطة أولى. وعندما تتحدثين عن أنه العراق أغلبية شيعية، ألا يؤكد ذلك ما يقوله بيان السعودية بأنكم تحاولون إزكاء الطائفية وإشعال نارها من خلال توجيه هذه الاتهامات؟ أولا، من يذكي الطائفية في داخل العراق هي بعض الدول العربية الشقيقة مع الأسف، التي لا تتعامل مع العراق كعراق، تتعامل معه كطوائف، وهذا ما يؤجج الطائفية اليوم في العراق. العراق نظام ديمقراطي حديث، قد يختلف أبناء فيما بينهم، قد يتصارعون، قد يقاطعون، قد يتفاوضون، قد يتخاصمون، ولكن بالأول والأخير العراق بلد غني، ما أن يستقر الوضع الأمني فيه سيجلس أبناء على طاولة واحدة ويحلون مشاكلهم فيما بينهم دون الحاجة إلى آخر. ما أن ننتصر على الإرهاب، ما أن تكف الدول العربية عن التدخل في شؤوننا، ما أن تكف تركيا وغيرها عن التدخل في شؤوننا، العراقيين سيجلسون وهو بلد غني وقادر على أن يرضي كل أبنائه. هذه المشكلة نحن نحلها فيما بيننا. أما ذكرتي التنظيمات، أنا أسألك بالعودة إلى البيان الذي صدر، البيان الملكي الذي سمى الجماعات الإرهابية وشخصها بالاسم، واقرأي تفاصيله لتجد الإجابة كاملة. ندعو أبناء السعودية من المقاتلين، لا يقول إرهابيين ولا يقول مجرمين ولا يقول مغرر بهم ولا يقول مضللين ولا يقول أي شيء، يقول المقاتلين خارج أراضي المملكة بالعودة خلال 15 يوما ويعفو عنهم. يعني هذا إقرار واعتراف بأن السعودية لديها آلاف كثيرة تحارب سواء في سوريا أو في العراق. هل توجد إدانة واعتراف أكثر من هذه الإدانة؟ الجانب السعودي يعني نفسه يقر ويعترف يعني أن أبناء يحاربون في دول أخرى. النقطة. دكتور خليل، رد على هذه النقطة قبل أن أتوجه إلى السيد عبد الباري عطوان. في الحقيقة السيدة حنان،
تقرأ الأمور بالخطأ، قرأت البيان وقرأت المرسوم الملكي وقرأت بالخطأ. وزير الخارجية العراقي أشاد بالقرار السعودي، وكثرة من البرلمانيين أشادوا بالحقيقة البيان السعودي، ولا أود أن أذهب لأسمي الأسماء، وهم من جميع الكتل أشادوا بالتوجه وبالقرار السعودي وأشادوا بما تقوم بالمملكة. والبعض منهم قال بأنه كان متأخرا أو جاء متأخرا، يعني أشادوا به على الرغم أنه جاء متأخرا. على أي حال قضية التوقيت الذي تحدث القيادة السعودية، ولكن هم نحن نتحدث عن ما هو حاصل الآن، لكن هناك أمور كانت سابقة. واسمح لي قبل أيضا أن أسترسل أن أشكر أخي الدكتور عبد الله، وأنا أتفق معه تماما في أن المملكة العربية السعودية وقطر هما دولتان شقيقتان وهما متحدتان في المواقف الأساسية، ولن يفرح كما ذكر أخي عبد الله المالكي ولا منهم ينسبون العداء لدول الخليج العربي. طيب. لن يفرحوا بأي انشقاق يعني ما بين الدول مجلس التعاون الخليجية في وقت سابق. دكتور خليل، أعود إليك سيد عبد الباري، ما هي الأسباب التي دفعت المالكي توجيه هذه الاتهامات في هذا التوقيت؟ هل هي إملاءات خارجية أم دوافع داخلية ونحن على أبواب الانتخابات؟ والله كنت حأخذ غفوة، أنا فكرت في نسيتيني يعني نقاش يعني كان حاميا يعني ما يستدعي الرد من كل جانب يعني وطرف. تفضل، الوقت لك. يا ستي، أولا نحن نعيش حالة استقطاب طائفي بشع في المنطقة العربية، وأنا يعني أشعر بالأسف يعني أنه السيدة حنان وهي تتحدث بطريقة جيدة يعني من الأسف أنها تقول نحن 60% شيعة وقبلتم ما قبلتوش اشربوا البحر. يعني إحنا هذه هي الطائفية، هي اللي منزقتنا وهي اللي دمرتنا وهي التي دمرت العراق أيضا. هذا النهج الطائفي هو الذي يخلق الفتنة بين أبناء الدين الواحد وليس أبناء الوطن الواحد فقط. فأتمنى أن يتخلى العراق عن هذا الخطاب الطائفي، وأن تتخلى أيضا السعودية عن هذا الخطاب الطائفي. فالسعودية أيضا استخدمت الخطاب الطائفي، ومن يعود إلى تويتر ومن يعود إلى الفيسبوك ومن يعود إلى إعلام سعودي يجد أن كمان أيضا السعودية لعبت ورقة الطائفية. لا، تحريض ضد الشيعة، يعني احنا انا سني، يعني انا يعني ففي هناك تحريض ضد الشيعة، وبسبب اللي هو الخلاف السعودي الايراني، ايران استخدمت الورقة الشيعية والسعودية استخدمت الورقة السنية، وانعكس هذا جليا في العراق وفي سوريا ايضا. ويجب ان نكون واضحين في هذا الامر. طبعا المملكة العربية السعودية وقطر تتدخلان في سوريا، يعني وهذا شيء معروف اعلاميا يعني وسياسيا، هم لا تتدخلان يعني في العراق ويتدخلان في العراق. نعم، في تدخل اعلامي، في تدخل سياسي، في يعني اشكال. طيب التدخل تدخل اشكال سياسيا وفي او اعلاميا او ماليا كما يقول بيان المالكي. هذا لا يعني المالكي. ما هي الأدلة يا ستي؟ هذا لا يعني، يعني هل يمكن ان نحضر للأدلة قبل الاتهامات او بعد الاتهامات تطرح الأدلة؟ اسمعيني شوية. تفضل. أولا الأدلة، هذا لا يعني أن الحكومة السعودية هي التي تصدر الأوامر. هناك جمعيات وهناك شيوخ يحرضون بشكل طائفي، والبيان السعودي اللي تفضلتي بالإشارة إليه والدكتور خليل أشار إليه، الدكتور السعودي جرم أيضا اللي هو القرار السعودي بلائحة الإرهاب، جرم الدعاة الذين يعني يحرضون على القتال في خارج المملكة. أيضا المفتي اللي هو يعني المفتي المملكة العربية السعودية الشيخ آل الشيخ أيضا يعني قال بأن الذي يدعو إلى الجهاد خارج أراضي المملكة هو ولي الأمر. ففي يعني في هناك جهات غير رسمية، ومن يراقب تويتر الآن كل هؤلاء الشيوخ اختفوا كليا. طيب. يعني لم نسمع. بالنسبة للمالكي، سؤالك تفضلت فيه، السيد نور المالكي في أزمة حقيقية. السيد نور المالكي ليس له إلا القليل جدا من الأصدقاء. إذا التيار الصدري وهو تيار كبير عنده 40 نائب في البرلمان، والست حنان تصححني إذا كنت مخطئا، 40 نائبا في البرلمان، هاجم السيد المالكي ووصفه بأنه طاغوت. المجلس الأعلى أيضا العراقي اللي هو الحليف للسيد المالكي، عادل عبد المهدي اللي هو اللي كان نائب الرئيس وكان ممثل المجلس الأعلى، هاجم السيد المالكي واتهموا بالفساد واتهموا بالدكتاتورية. الأكراد أيضا يعني يوجهون الاتهامات نفسها للسيد المالكي. الأنبار، أهل الأنبار أيضا يتهمون السيد المالكي بالطائفية وبالإرهاب. وشفنا السيد نجيفي رئيس البرلمان أيضا وجه الاتهامات نفسها. من هو صديق المالكي؟ طب من سيصوت للمالكي في الانتخابات
العراقية المقبلة. من سيعطي الأغلبية في البرلمان حتى يستمر في منصبه كرئيس الوزراء؟ يعني أنا أسأل هذا السؤال. السيد المالكي خسر معظم ألوان الطيف العراقي، وهذا هذه أخطاؤه هو. يعني لو هو تعامل بشكل منفتح وغير طائفي مع أهل الأنبار ومع الأكراد ومع أيضا حتى أشقاء الشيعة الآخرين، لو تعامل تسجل طبعا، لو تعامل معهم أهلا تسجل طبعا يعني، ولو تعامل معهم بطريقة فيها انفتاح وفيها من منطلق المصالحة الوطنية وحرص على إدخال الجميع في العملية السياسية، يعني لما وصل العراق إلى هذه الأزمة الحقيقية طيب. ولما وصل المالكي إلى هذا المأزق الحقيقي الذي يعيشه حاليا طيب. المالكي يقول بأنه غير طائفي ولديه دليل على ذلك بأنه هو حارب جيش مقتدى الصدر في فترة من الفترات من أجل القضاء على الإرهاب، وأنه اليوم الهدف ما الهدف الموجود نصب عيونه هو محاربة الإرهاب. يا سيدي يا سيدتي، ما هو داعش تحارب النصرة، وهذه سنية وهذه سنية وهذه مجاهدة وهذه مجاهدة، يعني ما هي بتصير في البيت الواحد خلافات وانقسامات. يعني هذا صراع على السلطة، صراع على السلطة بين السيد المالكي وبين التيار الصدري، يعني هذا معروف وواضح جدا. والسيد المالكي يريد الهيمنة على معظم ألوان الطيف السياسي الشيعي في طيب. في العراق. فانهان المنطلق أصبحت. أما قصة من طب هو أصلا حتى السيد حتى السيد المالكي عندما كان معارضا لنظام صدام حسين كان جزءا أساسيا من حزب الدعوة، وحزب الدعوة كان النظام كان حزبا طائفيا ولم يكن حزبا يعني منفتحا على الطوائف الأخرى. لا يوجد سني واحد في حزب الدعوة مثلا، يعني على مثلا سبيل المثال. فالمسألة أن السيد المالكي طائفي، وأيضا أعداؤه في بعض أعداؤه يتخفون خلف الورقة الطائفية. فما نريد من السيد المالكي أن يمثل العراق كل العراق بألوان السنية والشيعية والكردية وكل الألوان الأخرى. يعني أريد أن أتوجه إلى سيد عبد الله بن حمد العذبة قبل أن أعود إلى سيدة حنان. سيد عبد الله، هل ما يقوم به المالكي هو محاولة لإيجاد شماعة أو يعني سبب خارجي لكي يجمع الداخل حوله؟ هذا كان هو منطلق كلامه واتهاماته لقطر والسعودية. مرة أخرى المالكي يؤكد على أن المملكة العربية السعودية وقطر هما من يقومان بكل هذه الأعمال التي في مخيلته و تسمى بالتدخل. أولا التدخل عندما يقوم مسؤول دولة أخرى بالتدخل في شأن دولة أخرى، أما نحن لما نتحدث أنا والدكتور خيل نتحدث كرأي لا نفرضه على الشعب العراقي. الشعب العراقي هو من يذهب إلى الصندوق في نهاية اليوم. طيب، ليس أريد أن أعرف من وجهة نظرك ما هي دوافع المالكي في اتهاماته هذه. اسمحي لي المالكي الآن يريد تصدير هذه المسألة وإثارة المسألة من بعد في اتجاه قطر والسعودية بوصفهما دولة وهابية إلى آخره، ولكن في حقيقة الأمر يوجد الآن من العراق لواء أبو الفضل وأهل الحق وحزب الله العراقي وغيرهم، كل هؤلاء دخلوا عن طريق العراق. فهناك استثارة الحالة الطائفية يقوم بها نوري المالكي لجمع الشيعة حوله، ولكن وقلاء الشيعة سيفوتون عليه هذا الأمر. لقد تعايشنا نحن السنة والشيعة مئات السنين، لن يستطيعوا القضاء علينا ولا نريد القضاء عليهم. عايش كما تعايش الآباء والأجداد مئات السنين. طيب، يعني في واقع حال، يعني ايضا من داخل السعوديه هنالك من يتحدث عن معسكر شيعي في وجه السعوديه، وانه هذا المعسكر الشيعي مع حلفائه لهم سوريا وايضا حزب الله اللبناني وحكومه نوري المالكي ضد السعوديه على وصفها دوله سنيه، يعني الهلال الشيعي. على كل الاحوال لم يكن هنا سؤالي كان لك يعني عن الدوافع التي تعتبرها هي من حركت المالكي او هي من دفعت بالمالكي إلى هذا الخطاب. هل هي دوافع إقليمية، إيحاءات إقليمية، أم هي دوافع داخلية تحتمها هذه المرحلة على المالكي، أو إيجاد شماعة من أجل أن يلتف الداخل حوله في ظل تصاعد العنف ووصول يعني المشكلة السياسية إلى عنق الزجاجة؟ تحليل الأمر هو يريد المالكي أن يصدر المشكلة ويجعلها شماعة ليحصل على التفاف داخلي. وفي الآن ذاته كما قالت السيدة حنان جبيلتنا من العراق، بما أن هناك خلاف عابر الآن بين قطر والسعودية فيجب أن نستثمره، وإن كان ذلك لصالح أطراف أخرى. سيد عبد الله، أين قالت السيدة حنان ذلك أنه العراق يستثمر الخلاف؟ حنان تحدثت عن الصراع بين قطر والسعودية، لكنها لم تقل بأن العراق يستثمره.
لا 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 أقول ذلك، لكنها 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 تحدث أن هناك صراع بين الدولتين، وأنا أقول في الآن ذاته بما أن هناك خلاف وجهات النظر وهو خلاف عابر بين الدولتين الشقيقتين، فهناك من يريد أن يستثمر ذلك ويحاول أن يضخم من الأمر أو يستغله في الوقت الحالي، وإن شاء الله لن تسمح القيادة في المملكة العربية السعودية ولا في دولة قطر بحدوث قاط يخدم من يريد الاستدارة وعزل الخليج العربي. سيدة حنان، اتهمت للملك صريحة بأنه هي محاولة للهروب إلى الأمام، محاولة بعد ما فقد يعني الإجماع من حوله في الداخل العراقي، يحاول أن يجد عدو خارجي ليلتف حوله الداخل قبل الانتخابات التي ستجرى في نيسان أبريل. يعني من سيحدد إن كان المالكي خسر أو فقد شعبيته أو فقد حلفائه هو صندوق الاقتراع، وأنا تصور نهاية نيسان ليست ببعيدة عنا وعن أشقائنا العرب. دعيني أوضح نقطة ذكر زميلي، أنا تصور حور كلامي بطريقة غير مقبولة، لم أقل إن العراق يتمنى السوء لأشقاء العرب على الإطلاق، لسنا كما أشقائنا يحاولون، نتمنى الخير لكل العرب، فتحنا سفارات أول ما فتحنا في الدول العربية في حين رفضت الدول العربية أن تفتح سفارات، واستكثرت على العراقيين أن يكون لها سفير داخل العراق. لدينا اليوم علاقات اقتصادية، البضاعة السعودية وغيرها تملأ الأسواق العراقية، حينما تحصل وفاة عند أحد أشقائنا العرب تجدين الوفود العراقية على أقلها 10 وفود تذهب لتعزي في الدول العربية. نتمنى الخير، والمالكي الذي تحدث عنه الزميل وقال أتى على ظهر الدبابة الأمريكية، المالكي إن كان أتى على ظهر الدبابة الأمريكية فالدبابة الأمريكية دخلت من الأراضي العربية الشقيقة السعودية والقطرية، والطائرات من قواعد عربية طارت، فبالتالي إن كنتم تلومون المالكي فلوموا أنفسكم. طيب. أولا بس بدي الدول العربية الشقيقة التي تحب العراق، اسمحي لي سأجيبك أختي سأجيبك، إن كانت الدول العربية الشقيقة تحب الخير للعراق وترضى لأنفسها أن تفتح علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وترفض أن تفتح علاقات دبلوماسية مع العراق، لا أتصور هذا منطلق الأشقاء يتعاملون بهذا التعامل. أما أن كنا نتحدث عن السعودية ودعم السعودية ونقول إن القضية طائفية، أنا أتصور روسيا ليست لديها قضية طائفية مع السعودية حينما تشير وتقول إن السعودية تدعم الإرهاب. يقول حنان. أعمال بمخيلة المالك يريد أن يلقيها على السعودية وقطر، اسمحي لي قبل يومين تفجير في الحلة 150 بريء ذهب ضحيته من مدينة بين حنان. أطفال ونساء ورجال، هل هؤلاء فجرهم؟ فشل سياسته، هذا دليل على أن سياسته الأمنية فاشلة، لا علاقة للدول المحيطة بالعراق به. سؤالي كان لك بالتحديد، اليوم المالكي على عداء مع الكثير من الأطراف السياسية داخل العراق، من السيد الصدر إلى القائمة العراقية والسيد علاوي إلى يعني السنة الذين يعتبرون بأنهم مهمشين داخل العراق إلى الجانب الكردي الذي كان هنالك خلاف مع السيد البرزاني ظهر في المرحلة الأخيرة، واليوم يقيل الاتهامات إلى الدول العربية، على من يعتمد السيد المالكي؟ يعني من يدعم السيد المالكي؟ على من يعول؟ يعول على الشارع العراقي أختي الكريمة. أنا أدعو ضيوفك أن يقرأوا الساحة بدقة، اليوم تتحدثين عن الأكراد وتحدثين عن الصدريين وتحدثين عن العراقية أو الشارع السني، نفس هذه المكونات سبق واختلفت سواء في 2005 أو في 2006 أو في 2007 ووصلت حد القطيعة والمقاطعة وعدم المشاركة وعادت من جديد وجلست إلى طاولة واحدة وشكلوا حكومة وأرادوا سحب الثقة ثم عادوا وتعاونوا من جديد، فالمشاكل الداخلية لا تعطي مبرر للآخرين بأن يطالبوا منا مصالحة وطنية مع داعش حينما يقول أطلق سراح داعش. اليوم لو كان المالكي أطلق سراح داعش كان اليوم رضى عنا السنة ورضى عنا الآخرين. سيدة أما التهمي في نيش والأطفال الذي يتحدث عنا اليوم ثلث الحكومة بيد السنة. سيدة حنان، يعني الشارع بتظاهرات في محافظة الأنبار، الشارع بالأمس كان في تظاهرات ضد السيد المالكي بعد ما وجهه إلى السيد مقتدى الصدر، الشارع في تظاهرات في العراق بسبب الموازنة والتأخر في إصدار الموازنة وزيادة تخصصات النواب أو مخصصات النواب. عن أي شارع تتحدثين يدعم المالكي؟
أختي الكريمة اسمحي لي أوضح لك، الموازنة إن كانت تأخرت فالمظاهرات ضد النجيفي وليست ضد المالكي، لأن الموازنة اليوم في مجلس النواب. أما التيار الصدري يتظاهر اليوم ويعود ليشارك بالعملية السياسية غدا. الشارع السني الذي تتحدثين عنه عشائره اليوم بأجمعها نساء ورجالا يقاتل مع المالكي في الفلوجة وفي الأنبار، وما تحقق من استقرار أمني في بعض مناطق الأنبار إلا بجهود أبناء الأنبار أنفسهم وعشائرهم من نساء ورجال وشباب شاركوا مع الحكومة. أنتم تتحدثون بصورة ينقلها الإعلام الطائفي، الإعلام أنا أتفق مع زميلي عبد الباري الذي يتحدث عن أنه يكره الطائفية. نعم أنا مثلك أكره الطائفية، ولكن الطائفية من أججها العرب، أججها العرب وأججها الإعلام العربي. المالكي يعتمد على الشارع العراقي، فيه السني وفيه الكردي وفيه الشيعي، وهذا ما ستثبته الأصوات. أريد أن أسمع بعد شهر من الدكتور خليل. دكتور خليل، إذا كان يعني حسب ما يقول البعض داخل السعودية بأن خطاب المالكي مقلق، وخطاب المالكي يعبر عن جزء من المواجهة مع المعسكر الإيراني وحلفائه، طيب هل ستكتفي المملكة العربية السعودية بهذا البيان؟ ما هي أدواتها للضغط على الجانب العراقي؟ الواقع بالنسبة للمملكة العربية السعودية تتمنى ويتمنى الجميع بأن تهدأ الأمور في العراق، وأن يكون هناك توافق في العراق، وأن يعود الأمن، وأن يجد الناس الكهرباء والماء والمدارس. طيب التي لم على سبيل شديد هذه كلها أمنيات. المالكي على أبواب انتخابات جديدة قد يعني تحقق له ولاية ثالثة، اليوم ما هي وسائل السعودية من أجل الضغط على الجانب العراقي إذا كان كما تقول يعني يشكل خطرا حقيقيا؟ وفي الحقيقة المالكي يشكل خطر حقيقي على العراق وعلى الفئة التي هي تدعمه، وهي فئة كريمة من الشيعة، وكل من كان دعمه سابقا أصيب بالإحباط. فالمملكة العربية السعودية، وأنا لا أتحدث باسمي الشخصي، هي سوف تراقب الوضع ولن تتعاون مع السيد المالكي بأي شكل من الأشكال، وأتمنى ألا تتعاون مع من هو طائفي ويدعو للطائفية ويحمل الآخرين تبعاته. وفي الحقيقة الموضوع الإرهاب ليس للمملكة العربية السعودية علاقة فيه. اسألوا عن جعفر، اسألوا عن جعفر الأزبكي، طيب أين هو ومول لم تموله إيران، اسألوا عن سعد العدل، سعد بن لادن، اسألوا عن سيف العدل أين هم، إنهم حلفاء، إنهم حلفاء، حلفاء المالكي عبد الله بن حمد العزبة. سيد عبد الله يوجدون الأزمات من يعني أجل السيطرة الأمريكي، كيف تفسرونه؟ أريد أن أعلق. ألو، تفضل سيد عبد الله. أولا بالنسبة لمسألة السفارات، فلقد تم اغتيال السفير المصري بعد احتلال العراق، وتعرض سفير مملكة البحرين الشقيقة إلى تفجير. 20 ثانية سيد عبد الله. كيف؟ 20 ثانية لديك فقط، انتهى وقت البرنامج. نعم، والآن يهمش المالكي السنة بحجة البعث إلى غدا، وسيستمر في ترويج ذلك. شكرا. لم يكن هذا هو سؤالي، شكرا لك، شكرا لكل ضيوفي، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.